أنا النهاردة بتكلم عن الباحثة المصرية الدكتورة إلهام فضالي اللي تم اختيارها واختيار رسالة الدكتوراه الخاصة بها من الأفضل في علم الفيزياء لعام 2021، وجامعة أينهوفن الهولندية وضعت بوستر وشفناه كلنا على السوشيال ميديا في مدخل الجامعة تقديرا لعلمها وأبحاثها والمجهود الكبير اللي هي عملته. هنعرف من دكتور إلهام الحكاية والرحلة وإزاي وصلت لهنا. مساء الخير عليك يا دكتور إلهام، وألف ألف مبروك ومنورانا في التاسعة. مساء الخير يا فندم، شكرا لحضرتك على التقديمة الجميلة دي بجد، يعني تستحقي طبعا حقك. إلهام، أنا عايزاكي تحكي لكل بنت بتسمعنا ولكل أسرة بتسمعنا إزاي النهاردة وصلتي لهذا الإنجاز. مش عارفه ابدا منين، بس يعني هو الحمد لله، يعني بمجهود كرم ربنا، يعني ربنا كرمني الحمد لله اني اوصل للمكانه اللي انا فيها النهارده. ما كانتش سهله خالص، يعني الناس محتاجه برضه تعرف ان في مجهود بيتبذل، واحنا بنسعى كتير، ساعات كتير بنقع، حاجات بنجربها وما بتنفعش، لكن الاهم الاستمراريه والاصرار، وان الواحد يبقى عنده جلد وصبر شويه، ان الحاجات بتاخد وقت، بس اهم حاجه يعني بعد توفيق ربنا طبعا ان الواحد طول الوقت مجتهد مثابر، بيشتغل على نفسه كتير، بيبقى عنده حلم او رؤيه يمشي وراها طول الوقت، يبقى شايف هو رايح فين عشان كل خطوه تسلم اللي بعدها، والواحد ما يتشتتش قوي. يعني احنا دلوقتي في عصر في مشتتات كتير، يعني ممكن الوقت يروح من الواحد، الكلام ده كله، بس طول ما حلمك او رؤيتك قصاد عينك مركز انت رايح فين، بجد ربنا بيكرم. ف يعني الحمد لله، يعني انا اصلا من بني سويف، خلصت ثانويه عامه الحمد لله، ربنا كرمني. ايوه انا عايزه اقف هنا بقى يا الهام، عايزه اعرف من الجامعه الامريكيه الاول، قولي لي اخدتي اصلا ازاي، دخلتي الجامعه الامريكيه ازاي، وبعدين ماجستير وما شاء الله دلوقتي دكتوراه، عايزه احكي للناس التسلسل ده. انا الحمد لله كنت متفوقه في ثانوي، وكنت بعمل انشطه كتير اجتماعيه ورياضيه، وكان معايا ميداليات على مستوى الجمهوريه في الرياضه اللي بلعبها، والحمد لله كان عندي ما شاء الله، يعني مش بس تفوق علم. ربنا يخليكي. انا كنت بلعب حواجز، وكان معايا بطولات على مستوى الجمهوريه الحمد لله، وكنت في اتحاد الطلبه او الانشطه اللي في المدرسه، فده كان مديني سي في كويس قوي الحمد لله، لما بقدم فيه في منح الكلام ده كله، فاخذت منحه تنميه واعداد القاده في الجامعه الامريكيه المموله من الوكاله الامريكيه الدوليه يو اس ايد، اني ادرس هندسه في الجامعه الامريكيه، والحمد لله اخذت المنحه ودرست 5 سنوات هندسه في الجامعه، وفزت بمنحه ثانيه اني اسافر ادرس ترم دراسي في امريكا وسط البكالوريوس وسط دراسه. انت اخترتي يا الهام مجال اعتقد انه الرجال تهيمن عليه، موضوع الفيزياء والفيزياء التطبيقيه ده، اعتقد انه ما فيهوش بنات كتير، او كمان ما فيهوش بنات عربيات كتير. والله الحمد لله، يعني وسط الدراسه الواحد بيكتشف اصلا هو بيحب ايه، فبيبدا يتحرك شويه شويه من المجال اللي هو بيدرسه للمجال اللي بيحبه، ويعني خلال البكالوريوس للماجستير بدا يتضح لي انا بحب ايه اكتر، وساعتها قررت ان انا اكمل في الابلايد فيزكس او الفيزياء التطبيقيه ناحيه اكتر علوم المواد، فالحمد لله يعني هي بالتجربه، وان الواحد بيدرس بيروح للحته اللي هو بيحبها. طب انا عايزه اعرف اسمع منك كده قيمه وجود البوستر ليكي والاحتفاء بموضوع الدكتوراه الخاص بيكي في الجامعه، ده اثر عليكي نفسيا ازاي، وشايفه ده الرساله اللي بيوصلها للعالم، لانه بنت محجبه عربيه تكون بهذا التفوق، اعتقد انه يغير من الصوره النمطيه للغرب بيكون واخدها عن البنات العربيات المسلمات اللي موجودين بره. ده حقيقي، ويمكن عشان كده انا كتبت البوست لاصحابي واهلي، ما كانش في بالي خالص ان it will go viral او ان هو ينتشر بالمنظر ده. انا كان بالنسبه لي ان يعني الحمد لله انا عملت شغل كويس في الدكتوراه قوي الحمد لله، اخذت عليه جوائز دوليه كتير، بس الجامعه بتعمل كل سنه زي كل قسم بيرشح احسن رساله دكتوراه عنده او افضل رساله دكتوراه في وجهه نظر الاساتذه، وبعد كده الجامعه بتعمل زي جوري او لجنه محكمين تختار اكثر رسالة دكتوراه على مستوى الجامعة والأقسام والكليات كلها باختلافها، مش فيزياء بس، ويختاروا منها أفضل رسالة دكتوراه. طب نقول للناس رسالة الدكتوراه ببساطة بتتحدث عن إيه وهتفيد الناس في إيه؟ طيب أنا رسالة الدكتوراه بتاعتي باختصار شديد، أنا يعني بشتغل على تعديل خواص مادة اسمها مادة السيليكون اللي إحنا بنصنع منها الشرائح. ليها علاقة بنقل البيانات يا دكتور إلهام عشان نبسط للناس الموضوع. بالظبط بالظبط بالظبط، ليها علاقة أكتر بنقل البيانات وسرعة الكمبيوتنج أو الحوسبة، فده بيأثر على
سرعه الاجهزه والافشنسي او الكفاءه بتاعتها. فالحمد لله اخترت ان انا احسن رساله دكتوراه عن قسم الفيزياء، والنهارده الحمد لله في احتفال الجامعه اخذت احسن رساله دكتوراه على مستوى الجامعه كلها، وعشان كده حطوا البوستر بتاعي عن قسم الفيزياء. ودي حاجه بالنسبه لي مشرفه جدا ان اقول لهم الحمد لله ان احنا قادرين ان انا اكون بنت عربيه محجبه افريقيه مسلمه. ده ما يقولش ان انا اهلي مثلا ان انا مثلا مش بفكر اني ما اتعلمتش كويس، لا احنا كويسين قوي، واني كمان بنت اني قادره انافس في مجالات حتى لو فيها رجال، وان كوني بنت ده معناه اني انا انسانه عندي عقل بفكر ان انا لو انا يعني قدراتي زي اللي جنبي. فده بيكسر الصوره النمطيه ان احنا ما نقدرش، او اللي هو ايه ده، هو في بنات مصريات او عربيات او افريقيات يقدروا يوصلوا لده؟ فانا دي كان حلمي بصراحه ان انا اشوف صوتي او ان انا اوصل للليفل ده عشان الطلبه تتشجع، سواء الطلبه اللي هم المختلفين او الاوروبيين يعرفوا ان هو ايه ده، في ناس ثانيه تقدر تنافس على ده، وفي نفس الوقت سوري الطلبه العرب مثلا او البنات يعرفوا ان هو ايه ده نقدر نعمل ده وفي حد قبلنا عمله. وعلى الناحيه الثانيه اكثر الصوره النمطيه الغرب شايفنا بيها، وان هو يبقى عادي انه شايف حد بنت عربيه متفوقه زي ما بيشوف اوروبيه او بيشوف امريكيه وهكذا. فدي كانت نفسي احس ان كونك مختلف ده يقول ان هو عادي هتنجح زيك زي اللي جنبك. اهم حاجه هو اصرارك وسعيك، مش مهم انت جاي منين، مش مهم شكلك ايه. فده اتمنى انه يسهل على اللي بعدي ويكسر لهم الصوره النمطيه ويسهل رحلتهم ان شاء الله. قدرتي ما شاء الله تعملي ده يا دكتور إلهام، وعايزه منك رساله للطلبه داخلين بكره المدارس اول يوم، اللي بيشوف النماذج دي الحقيقه يعني يخليه كله شغف وتلهمه بشكل كبير انه يقدر انه يكون عندنا زويل تاني ويكون عندنا مجدي يعقوب تاني، تقولي لهم ايه؟ نفسي الطلبه تجتهد، يعني تشوف تجرب كل حاجه، تستكشف هي شاطره في ايه، قدراتها تقدر تعمل ايه. كل ما الواحد بيستثمر في قدراته ويبقى عنده اصرار وسعي ويجتهد ويكتشف حاجات جديده، هيروح في حته ثانيه مختلفه غير ان هو يشتغل في حاجه روتينيه او يضيع وقته في دراسه هو مش حاببها. بالعكس الحمد لله انا شايفه ان تعليمنا في مصر كويس ويأهلنا بجد ان احنا نوصل لمكانه متميزه، بس المهم ان احنا ازاي نستغل اللي احنا بندرسه وبنتعلمه وازاي نغتنم الفرص. فنفسي الطلبه تغتنم الفرص، ما تسيبش الفرص تعدي منها، اصرار اجتهاد يحاولوا وعينيهم تبقى على الفرصه وازاي يغتنموا الفرصه، لان احنا دلوقتي احنا في عصر الفرص، اللي مش هيعرف يمسك الفرصه بايده واثنين الف غيره هياخدها. بكل تأكيد يوفقهم. انا يعني فخوره بوجودك معانا النهارده في التاسعه، وفخوره بصورتك اللي كانت موجوده في مدخل الجامعه، والناس كلها الحقيقه احتفلت بيكي على مواقع التواصل الاجتماعي، لان احنا بنسعد بالنماذج المصريه المشرفه دي في كل مكان. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور إلهام فضالي الباحثه المصريه بجامعه ايدنهوفن الهولنديه، شكرا جزيلا على وجودك معانا.